دلوقتي نجوم في الحجر مع إيناس سلامة الشواف. نجمة النهاردة بوسي. كل سنة وانت طيبة يا حبيبتي وبخير يا رب، وعلى أمك كلها يا رب بخير، ويجعل السنة دي يا رب إن شاء الله ربنا يرجع لنا كده حياة تاني إن شاء الله. أقارن ما بين سنة 2020 حصل يعني بينا، بصراحة أنا ما كنتش متوقعة، يعني عمري ما كان يجي في بالي أساسا. هي يعني السنة داخلة من أولها بمشاكل وبحاجات كده، بس عمري ما كان يخطر في بالي ما يحصل اللي حصل لنا كلنا ده وفي العالم كله. هل كنت متفائلة برقم مميز؟ هو بصراحة احنا كلنا كنا شايفين ان السنة عشان رقمها وكده ان شاء الله هتبقى احسن من اللي قبلها ومن 2019 ومش عارفة ايه، وكلنا واضح ان احنا كنا فاهمين غلط. كلنا لبسنا السنة ما شاء الله يعني داخلة كده من وشها كده ما شاء الله كسحتنا من على وش الأرض. أقول إيه الحاجات في الظروف اللي حصلت لينا يعني استفدت منها أو ما استفدتش أو طلعت بمكسب منها. افتقدتي إيه؟ افتقدت طبعا أولادي، افتقدت عيلتي بسبب أن أنا الظروف دي محبوسة في بلد بسبب الطيران، فمش عارف ارجع. وبالذات ان احنا في شهر رمضان وعمري ما حصل يعني عمري ما بعدت عنهم في الشهر الكريم ده بالذات، يعني احنا بيبقى ليا كده حاجات كده بعملها في رمضان والبيت والحاجات، وطبعا وقفتي في المطبخ واعمل لهم اكل وببقى على طول مفضيه نفسي ليهم يعني والبيت وكده في شهر رمضان بالذات، وانت عارفه ان بيبقى في الشهر يعني في الشهر ده بالذات الشغل بيبقى قليل، انا ما اشتغلش كتير في رمضان الا لو عندي حاجه بصورها مسلسل فيلم كده، لكن غير كده حفلاتي بتبقى قليله في الشهر ده بالذات. كمان بيبقى طول اليوم ببقى معاهم، اللي هو يا دوبك بنزل اعمل حفلتي وارجع تاني ونفطر ونتسحر مع بعض ونخرج ونعمل، يعني ده الشهر الوحيد اللي بنتجمع فيه. طبعا ده مفتقده جدا مش قادر اقول لك، وعامل لي انا حاله نفسيه مش كويسه. غير كده بقى حاجة استفدت منها بصراحة يعني مش عارفة أقولك استفدت قوي ولا لأ بسبب القعدة اللي احنا فيها دي، بس ممكن قعدتنا في البيت خلتنا نفكر شوية هنعمل ايه اما الدنيا تفتح اما الدنيا تفك وترجع للأول زي الأول تاني. مش قادرة أقول لك بصراحة قوي يعني، وطبعا مفتقدة حاجات كتير طبعا، هي عيالي وبيتي وبلدي. هو أنا بصراحة هوايتي في الحالة اللي احنا فيها دي أنا بحب المطبخ جدا، بحب وقفتي في المطبخ، بس الظروف دي أو القعدة دي خلتني بقيت أخترع حاجات أو بقيت أعمل أكلات عمري ما عملتها في حياتي، يعني ما كانش عندي مثلا الوقت ان انا اجرب اعملها، فخلتني بقيت بعمل اكلات عمري ما عملتها في حياتي، بقيت بعمل حاجات واقف في المطبخ ومش عارفه ايه وكده، فدي ممكن الفايده الوحيده يعني. ممكن يعني مثلا انا كان عمري ما عملت القطايف، يعني عمري ما عملت العجينه نفسها في البيت، يعني شفتي الموضوع وصل بينا فين؟ اللي هو الاول واحد كان بيجيب القطايف من الفرن زي ما بتيجي اما بتجيلي كده الكنافه وهي نيه وبتعمليها انت في بيتك، فاحنا برضو كنا بنجيب القطايف تبقى نيه كده وبنعملها احنا في البيت، بقى بنحشيها بقى جبنه لحمه مفرومه مكسرات الحاجات دي. انا بقيت بعمل العجينه نفسها في البيت. مثلا عمري ما عملت كريب، دايما كنت بجيبه من بره، بقيت انا بعمل العجينه نفسها وعندي اللي هي الماشين بتاعه الكريب نفسها اللي بتعملي عليها الكريب دي، عندي عملتها اول مره اعمل كريب واول مره اعمل قطايف. مثلا عملت تشيكن كده بالوايت صوص بس اول مره اعملها في حياتي. انا دايما اكلي اللي بعمله في البيت بيبقى شرقي شويه، اللي هو محاشي على مش عارفه ايه على طبيخ على مثلا مكرونه بشاميل جلاش بطاطس باللحمه المفرومه، الحاجات دي اللي هي اللي في كل بيت بيعملها.
لكن حاجات تبقى غربية شوية دي عمري ما عملتها. القعدة خلتني عملت حاجات عمري ما عملتها في حياتي. والله العظيم مش بهزر وحياة ربنا، أنا أول مرة عمري ما تخيل أنا في يوم من الأيام أعمل عجينة القطايف. استوعب اللي أنا بقول فيه، أول مرة ما تجيش دماغي خالص. دورت وعرفت تقابل إزاي، رحت عاملها وسهلة جدا جدا، هي والكراب بصراحة. يعني المقادير بتاعة القطايف ما برضو حسب الكمية اللي انت هتعمليها، يعني مثلا لو هتعملي كوباية دقيق بتحطي عليها كوباية مية دافية دافية جدا، مع مثلا مع نص معلقة خميرة، مع نص معلقة سكر، مع رشة ملح، وبتقلبي وبتسيبيها تتخمر، يعني بتغطيها بحاجة بورق اللي هو الكراتش ده، هي تتخمر نص ساعة ولا حاجة، وبعد كده تروحي ضربها تاني كويس عشان تطلعي منها الهواء، وتحطيها في أي حاجة اللي هي بيبقى ليها قمع، عشان لما تيجي تنزليها تنزل تفرش على في الحلة تبقى تفال أحسن، تبقى سخنة، وتروحي منزلها وهي هتلاقي بقى تستوي، يعني هتلاقي الفقاقيع دي بتنشف لحد ما هتلاقي تنشف كده، وهتروحي مطلعها سهلة جدا. هو ما كنتش مستوعبة انها تبقى سهلة قوي كده. يلا دي وصفة من عندي يا ستي. والله كل اللي اقدر اقوله لك في الموضوع ده بالذات، يعني دايما انا كده ببقى قاعده مع نفسي بقول ده غضب من ربنا، وساعات اقول ده يعني ده نعمه من عنده، او ده امتحان. يعني دايما انا بقول يا ربي هو ده امتحان ولا ده غضب منك ولا دي رحمه من عندك، انا مش عارفه. بس كل اللي اقدر اقوله لك اني نفسي، انا والله مش عايزه اقول بس كلام الناس تفتكروا ان هو كبير وكده، مش عايزه بس الناس تفهمني غلط، بس انا والله بجد نفسي الناس تتطعم، الناس تتطعم. الدنيا بقى فيها ناس وحشه كتير قوي، بقى الاخ بياكل حق اخوه، بقى فيه قتل، بقى فيه ظلم، بقى فيه افتراء، بقى فيه حاجات كتيره وحشه في الدنيا. في ناس كتير نسيت ان في حاجه اسمها ربنا حقيقي. يعني انا يعني ردي على الموضوع ده بالذات، ردي ان في ناس بجد ناس كتير قوي نسيت ان في ربنا، نسيت ان في ربنا، اكن بيتعاملوا اكن مفيش حاجه اسمها ربنا في الحياه، وبيفتروا وبيظلموا وبيقتلوا وبياكلوا حق الناس وبياكلوا حق عيال غلابه. خدي بقى كتير عندك، خدي اعمال كتير وحشه. فده انا حاسه ان ده ربنا منزل، يعني بيقول يعني ده غضب من عند ربنا اللي هو فوقه من اللي كنتوا بتعملوه. بجد كل واحد كان بيأذي حد ولا كان بيفتري على حد ولا واكل حق حد ولا ظالم حد، يفتكر ان في ربنا ويرجع يفكر لو شويه ان في ربنا اسمه الحق، وما نفتريش على بعض والدنيا ترجع كويسه. عشان بجد لو الدنيا ما رجعتش تمام، وبرضو أما الدنيا تفك وربنا يكرمنا كده وترجع الدنيا تمشي زي الأول وما تعادلناش وبدلنا زي ما احنا هجلنا حاجة من عنده هتنسفنا من على وش الأرض. عشان في عالم ناس كتير، في بلاد كتير عايشينها وبيفتروا وبيعملوا وفي حاجات كتير بتحصل غلط فيهم، وكل اللي همهم عايزين البلد دي عايزة تحتل البلد دي والبلد دي عايزة تحتل البلد دي. يا جماعة ما كل واحد يعيش في بلده بقى ونخلص بقى، هو انت بقى تحتل البلد دي هتاخد منها ايه؟ فبجد اللي هو بيقول العالم كله فوقوا من اللي انتوا فيه وافتكروا ان فيه ربنا. اكتر ابليكيشن، بصي انا ماليش في التكنولوجيا او الحاجات دي، بس انا سمعت عن ابليكيشن اسمه هاوس بارتي او معرفش حاجة كده. أيوة بس أنا ما دخلتوش بصراحة، يعني كل الناس عنه إن هم بيجمعوا بيبقى شلة كده مع بعض وجمعوا، بس أنا ما دخلتوش. ما فيش بس غير تيك توك، هو ده بسبب القعدة ده اللي خلاني عملت تيك توك، وكمان عشان زمايلي في نجوم كتير عملت حساب على التيك توك، فده اللي خلاني عملت تيك توك. وعملت إيه طبعا الهبل اللي أنا نزلته إيه في الفترة اللي فاتت، ده يعتبر ده اكتر حاجة خلتني الفترة اللي فاتت، لكن غير كده لا ما فيش اي حاجة بصراحة. انا مقضيها بقى
اتفرج على افلام طبعا قبل رمضان يعني، بتفرج على افلام، اخش على مواقع بتفرج على افلام هندي مش عارفه ايه، مسلسلات حاجات. لا طبعا هغير فيه لا هغير ايه في البيت يعني، مش هينفع اغير في حاجه. لا يعني ما فيش حاجه اصلا بتعمل في البيت دلوقتي، ولا مين اللي هيعمل في الحاجات دي، مش حد بينزل من بيته. في الفترة دي بلعب رياضة ولا لا؟ بصي يعني اقول لك على حاجة، انا من ساعة ما الجيمات قفلت انا ما بعملش اي حاجة خالص، قاعدة في البيت، ما يدوبك بنزل بجيب حاجاتي وبرجع تاني، لكن ولا بعمل رياضة في البيت ولا بعمل اي حاجة بصراحة. يعني حتى لو الواحد عاوز يعمل اي حاجة ما فيش نفس، الواحد ما عندوش نفس وما عندوش ولا بال ولا مزاج ولا اي حاجة ان الواحد يعمل اي حاجة حتى لو هو في البيت. لكن لا بصراحة لا ما عملتش اي حاجة، قاعدة زي بقية الناس. والله اوصف سنة 2020 على نفس القافية، صابرين قاعدين مستنيين زهقانين او عندك اهو، صابرين قاعدين متضايقين زهقانين صابرين. اول حاجه هعملها بعد ان شاء الله ما الحظر هيفك ارجع بيتي تاني، ارجع لعيالي طبعا الطيران يفتح، ارجع لابني والبيتي والاختي، وطبعا اشوف بقى اللي متعطل من شغلي واعمله، اذا كان مثلا اغاني محتاجة تتسجل اروح اسجلها، فوتوشوت اعملهم، مفروض كنت في حاجات طبعا قبل الكورونا الحاجات دي، مفروض كان في فوتوشوت كتير هعملهم واصور كليبس كتير فيديو كليبات، بس طبعا كل ده تعطل بسبب الكورونا. فان شاء الله يعني اول ما الدنيا تفك والحظر يفك والناس ترجع تاني لشغلها والطيران يرجع تاني يشتغل، طبعا ارجع لبيتي والابني والاختي واشوف بقى شغلي، اشوف شغلي اللي متعطل اعمله. استنوا نجم الحلقة الجاية هشام عباس، استنوني في برنامج نجوم في الحجر على انرجي اف ام مع ايناس الشواف. هشام عباس، رمضان كريم.